اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. معنا ومعكم اليوم ايوب شاب ابن مدينه الدار البيضاء وتحديدا حي محمد. ياك ايوب؟ ايوب قربوا الميكروفونك باش الناس يسمعونا. ايوب قدمنا راسك وكيفاش جات الفكره ديال هذه الجداريه اللي رسمتي. السلام عليكم، معكم ايوب النجم، 29 سنه، اب لابن العمر ديالها 4 سنين، تقني متخصص في الصباغه والتزيين فن الديكور. كيفاش جات الفكره ديال هذه الجداريه؟ كيفاش جات الفكره ديال الجداريه؟ لان ما كلشي كيشوف الدوله تاخذت مني ضر هذا الفيروس، هذا تاخذت واحد الاجراءات تدابير لازمه. شفنا اشهارات في التلفازه، شفنا سميتو في السوشيال ميديا، شفنا اعلانات في مواقع التواصل. جاتني الفكره انني انا نوصل واحد الميساج للناس والساكنه بالضبط ديال حي محمدي. هادشي اللي غيخلينا شفنا الناس اللي سهروا على محاربه ديال هاد الجائحه، منهم الشرطه ومنهم الاطباء وممرضين واعوان السلطه بالضبط، الناس ديال الاسعاف والناس ديال النظافه. واخا نسيتي الصحفيين. الصحفيين راه مازال جداريه، مازال كبيره ومازال خدامين فيها ان شاء الله. الصحفيين والاساتذه تما اكيد اللي سهروا على الدراسه عن بعد. بطبيعه الحال نبارك لهم تحياتي هما. واخا هاد الجداريه رسمتها بامكانياتك الخاصه بفلوسك؟ بطبيعه الحال الامكانيات ديالي الهوايه هي هذيك هي اللي خلاتني انا غنرسم من عندي، كلشي من عندي. انت اصلا كترسم ولا هذه اول جداريه لك؟ لا ديجا عندي جداريات رسم. فين؟ هنا في الحي، حي محمدي ديجا عندي جداريات كبار راسمهم، ماشي اول جداريه هذه. واخا كيفاش مرت من المراحل ديال التخطيط الرسم؟ قربنا من شويه كيف ما كيشوف دابا الحياه كيكون شويه خايخص واحد بريباري مزيان، ومن بعد راه كدير واحد التقاسيم كتقسم بهم الجدار اللي كتراسي بيه، ومن بعد صافي كتبدا كتراسي الرسم ديالك اللي باغي تخدم بيه، ومن بعد كتلون. شحال خدات منك ديال الوقت؟ شحال الوقت اللي خدات تقريبا شي 5 ايام. حنا مازال خدامين عليها، مازال يمكن مازال هذاك الحائط اللي تما غادي تكمل فيه ويجي. الله يحفظك سي عبد الله، تحية الشرطة ديالنا. الله يحفظك بارك الله فيك. هنا كيفاش تفاعلوا معك الساكنه؟ الساكنه شوف اي واحد كيعجبو بحال هادشي، اي واحد كيعجبو الرسومات على الجدران، اللهم يشوفوا شي حاجه نقيه ولا يشوفوا شي حاجه اللي ما غتعجب حتى واحد. الله يحفظك. هذه بادره لكاع الشباب اللي يقدر يقاد الاحياء ديالو. بطبيعه الحال حنا شفنا الدور اللي قاموا به الجمعيات، شفنا الدور اللي قاموا به الشباب، راه ضروري غتضربك النفس نتايا وغدير شي حاجه. داكشي اللي كتعلمو نتا اللي معلمو من عند الله راه غتبغي تطبقو. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك خويا علاء. شكرا، تحياتي ليك. شكرا.